خلينا اسالك يعني، مع تكليفك بمهام نائب الرئيس، هل كده الاعباء زادت؟ انت بقالك فتره بترأس المكتب التنفيذي، كابتن خطيب مدي صلاحيه، مدي حريه طبعا العمل داخل مجلس اداره، وهل هناك صلاحيات جديده لخالد مرتجي؟ بص، هو يعني الحقيقه من 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 اول ما الوزير العام رحمه الله عليه تعب، نعم، بقى الكابتن خطيب قال لي يعني انت تبتدي بقى تاخد اللجان اللي هو كان ماسكها. نعم، عمري ما كان ماسك لجان كتير، لجنه نعم مباريات، في نشاط رياضي، لجنه شؤون عاملين، مكتب تنفيذي. فانا الحقيقه من ساعه ما هو يعني تعب رحمه الله عليه وانا بديت امسك هذا الموضوع بصفه وديه طبعا. نعم، وبالتالي اوريدي الحاجات دي انا بعملها من فتره كبيره، لكن الكابتن خطيب شايف ان بقى بعد الانتخابات، احنا كنا دايما كان الكابتن خطيب يقول لك بعد ما نعمل جمعيه عموميه ويحصل هيحصل انتخاب على المقعد او ما يحصلش يبقى موجود، ساعتها في الحاله دي تبقى حاجه اوفيشال يعني حاجه رسمي. كان قدامكم اكتر من توجه في هذا الامر، يعني البعض قالوا انه حضرتك هتترشح على منصب النائب، مظبوط، وبعدين حد يترشح على منصب نائب امين الصندوق، وبعدين حد يترشح على منصب العضويه، هيحصل دربكه مظبوط كبيره داخل المجلس، وحد تاني قال لا ممكن يجي حد قيمة وقامة زي المستشار محمود فهمي بالزبط، اللي وافق الحقيقة الراجل مشكورا على انه يعني يترشح لهذا المنصب. ازاي قدرتوا تغلبوا فكرة انه لا خلي القصة كده، وهي تكريما لذكرى العمري فاروق عليه رحمة طبعا الله، وايضا لضمان استقرار النادي؟ بص، هو كابتن خطيب كان يعني جمعنا كلنا، نعم، الاول كل واحد لوحده كويس عشان يستشف رأي كل واحد، وبعدين جمعنا في قعدة وقال يا جماعه ايه رايكم في البتاع. فالحقيقه انا كان من اول يوم يمكن كابتن خطيب قال لي، قلت له بص يا كابتن، انا يشرفني ان انا اكون نائب رئيس، نعم، وده حاجه يعني شرف طبعا، شرف رئيس كبير النادي الاهلي ان انا اكون معاك، نعم، الراجل التاني بتاعك ده بالنسبه لي شرف كبير، ابقى التاني بتاع ايقونه الكره الافريقيه وايقونه الاداره النهارده محمود الخطيب الخطيب النهارده طبعا، مع كل مع حفظ الالقاب ده، تدرج من مدرسة لعيب من لعيب لرئيس نادي، نعم، فبالتالي هو خبرته الإدارية في كل حاجة الحقيقة، يعني لو قلنا إن الكابتن حسن حمدي هو مرجع ومرجعية، كابتن خطيب هو يعتبر نمرة اتنين بعد الكابتن حسن حمدي في هذا الموضوع. نعم، فبالتالي أما كلمني قلت له بص يا كابتن، أنت دايما إحنا اتعلمنا الأهلي فوق الجميع، الأهلي فوق مصلحتي، أنا شايف من وجهة نظري، أنا قلتها له باللفظ، كنا حتى في التراس فوق، كان في الشتاء كده وكان في الشمس، قلت له يا كابتن أنا رأيي إحنا مش عايزين نعمل خلخلة في المجلس، النهارده لو أنا استقلت، طب أنا هسيب أمانة الصندوق، وهطلع على النائب، طيب هل هيبقى في حد ممكن يتدرج من النائب من العضوية للنائب؟ وممكن حد يتدرج وهتجيب واحد من ممكن حد تحت السن يطلع فوق، هتعمل على أربع مناصب صح في 10 أشهر تصرف لك 7 8 مليون جنيه على الفاضي. أيوه، فبالتالي يا كابتن أنا شايف إن نفضل إن احنا نفضل زي ما احنا كده، ونعمل زي يعني توعية، أيوه، الناس أولا إكراما للراجل اللي انتخب 4 سنين من الجمعية العمومية، فبالتالي انت بتدي التكريم لهذا الرجل ان ما حدش ياخد مكانه، وفي نفس الوقت انت بتحافظ على استقرار النادي، ما تعملش انتخابات على 4 مناصب وفضل 10 أشهر على الانتخابات الكبيرة، تصرف فلوس كتير والكلام ده كله. فهي اقتنع جدا بهذا الموضوع، وقال خلاص، طب دلوقتي لو حد نزل احنا عايزين النادي يبقى مستقر، وبالتالي هو فكر طبعا في المستشار محمود فهمي، وانا لازم يعني اتكلم على هذا المستشار الجليل، ياريت اللي هو عمره بقى له 52 سنه ولا حاجه و50 سنه بيخدم النادي الاهلي ببلاش لغايه النهارده على فكره، يعني في اللجنه القانونيه هو كل حاجه بترجع له، الكابتن خطيب لغايه النهارده بياخد اراءه في حاجات كتير. هذا الرجل الحقيقه يعني خلي بالك ان هو في يوم من الايام كان رئيس اللجنه لما كابتن صالح مات رحمه الله عليه، والكابتن حسن كان عايز يخش يبقى رئيس النادي، فقال لا انا هستقيل عشان ابقى فير للناس كلها، وهو راس اللجنه، كان معاه ساعتها 2 أعضاء مش فاكر اساميهم، لكن هو كان رئيس اللجنه يعتبر بمثابه رئيس النادي اللي هو بيدير الانتخابات. فبالتالي هذا الرجل يستحق مننا كل تقدير واحترام طبعًا. يعني هذا الرجل الحقيقه يعني انا ما بشوفه ببوس ايده، لان طبعًا هذا الرجل يستحق مننا يعني كل تقدير واحترام، وانا يمكن يعني بنتهز من هذا المنبر ان انا اشكر هذا الرجل على مواقفه، مش موقفه، مواقفه طول عمره مع النادي ده. حضرتك كلفت بمنصب او بمهام نائب الرئيس، لكن تظل امينا للصندوق طبعا، يعني ما فيش اصل امان الصندوق ده
ده انا منتخب امين صندوق. نعم ما ينفعش حد يصعد امين صندوق. لا فالدنيا ماشيه بالشكل ده. طيب خليني